وصلنا معكم لفقرتنا الطبية، واليوم اضطرابات الأسنان عديدة، ورح نحكي عن اضطرابات المفصل الصدغي الفكي. كثير من الأشخاص ممكن يتعرضوا له لأسباب ممكن ما كثير نعرف شو هي السبب، ولكن اليوم أي حدا بيعاني من ألم مستمر بالفك أو ألم حوالين الأذن أو بيعاني من صعوبة بالمضغ أو أثناء فتح وإغلاق الفك، لهيك تابعنا اليوم لأنه دكتورنا رح يعطينا تفاصيل كثير مهمة عن الأسباب والأعراض وطرق العلاج المتبع. اليوم رح نرحب بضيفنا الدكتور محمود عبد الحق، أستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق ورئيس الرابطة السورية لطب الفم الوقائي ومكافحة العدوى. صباح الخير دكتور. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا لهالقناة الوطنية، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. يعني اليوم لما نحن بدنا نقول اضطرابات الفك الصدغي، ممكن كثير من الأشخاص ما نون سمعانين عن هذا التعريف أو ما بيعرفوا شو مفهومه بالضبط، خلينا نعرف عنه دكتور. هلا هن بيراجعوا كثير مرضى على العيادات السنية، هو اسمه اضطرابات المفصل الفك الصدغي. تمام. هالمفصل اللي نحن وقت بنفتح تمنا ونسكر طبعا بيختلف عن باقي مفاصل الجسم بانه هو مفصل ثنائي الحركه. كل مفاصل الجسم هي احاديه الحركه ما عدا المفصل هو ثنائي الحركه. كمان بيحددوا انه في عندنا اسنان عم تحددوا، بيحددوا كمان في عندنا ديسك او بسموه القرص المفصلي الموجود، في له شكل خاص، في المحفظه خاصه، في هالامور هي اللي عم تساوي بعض الاضطرابات بالمفصل الفكي الصدغي. كثير من الاشخاص بيراجعوا على عيادات السنيه دكتور انه في عندي انا الم. طيب هالالم هون واجب طبيب الاسنان، واجب طبيب الاسنان انه يعرف مصدر الالم، لانه الالم بالمفصل الفكي الصدغي ممكن ان يكون عضلي المنشا، ممكن ان يكون مفصلي حقيقي التهابات مفصل، ممكن أن يكون ما له علاقة باثنين، ممكن أن يكون من مناطق مجاورة، ممكن أن يكون أرحاء منطمرة، أسنان منطمرة، عم يعطي ألم بمنطقة المفصل الفكي الصدغي. لذلك دور التشخيص جدا مهم. طبيب الأسنان عليه دور مهم أنه يشخص بشكل سليم حتى يقدر يعالج بشكل سليم، إذا كان الأمر عضلي أم مفصلي أم من منشأ آخر. تمام دكتور، ذكرت موضوع الألم، وفعلا اليوم الأشخاص اللي بيعانوا من هيدا الاضطراب عندهم ألم كتير شديد، هيدا عدا عن الصداع اللي ممكن يرافق اليوم هدول الأشخاص. خلينا اليوم نخبر شو هي الأسباب اليوم اللي بتخلي الشخص فعلا يعاني من هذا الاضطراب. هلأ موضوع الصداع اللي عم تحكي عليه هو اضطراب عضلي. اضطرابات تشنج العضلات الماضغة، كتير من الأشخاص هلأ بيجوا أنه أنا عم كز على اسناني، في معه تشنج بالعضلات الماضغه. هذا الامر حقيقه ممكن ينعكس على الصدغ لمنطقه الراس، ممكن ينعكس على الوجه، ممكن ينعكس على الفك، ممكن ينعكس لمنطقه الاذن، ممكن ينعكس على الاسنان، بصير سحل بالاسنان. فهذا الامر اذا ما كان في تشخيص سليم حقيقه للموضوع ما ممكن ان اعالج بشكل سليم. في معالجات قديمة، في معالجات دخلت حديثة على معالجات المفصل الفكي الصدغي. حقيقة هلأ المعالجات ما فيني أسميها قديمة، يعني هي أساسية، هي جبائر الاستقرار اللي منحطها نحن لحتى نبعد الأسنان عن بعضهم، لحتى نعمل ارتخاء بالعضلات الماضغة. بس هلأ بهالوقت الحالي هذا اللي نحن فيه صرنا عم نضطر لمعالجات إضافية. حقيقة ليش بصير تشنج بالعضلات الماضغة؟ الحالة نفسية، الحالة بتكون نفسية، فهون أنا بحاجة لتعاون مع باقي الاختصاصات، أنا بحاجة لتعاون مع طبيب التعويضات المتحركة، مع طبيب التقويم، حتى مع الطبيب النفسي في بعض الحالات، مع الطبيب النفسي لحتى اقدر انا سيطر على هالحاله هيك. لهذا السبب صار اسمه اضطراب دكتور؟ لهذا السبب صار اسمه اضطراب لانه هو حاله نفسيه ممكن ينتج عن حاله نفسيه؟ طبعا هلا موضوع الضزاز
بسموه الدزاز او كز او صرير الاسنان. انا من اسبوع كانت عندي يعني انثى عمرها 80 سنه جايه من الرقه، بعتيناها من الرقه، يعني بدي لك يعني هي عم تحكي معي عم تكز على اسنانها، وهي عم تحكي معي عم تكز على اسنانها، معناتها كثير يمكن. فهذا الامر يعزى للحالات النفسيه. فاذا ما قدرتي تشخصي بشكل سليم ما ممكن تتعالج هي الانثى بشكل سليم. كثير نوهت دكتور على موضوع التشخيص الصح، ولكن اليوم انت ذكرت انه في حالات كثير ممكن تتشابه مع اعراض هذا الاضطراب من حالات كثير، نسيت شو ذكرت انت، بس اليوم الشخص المصاب بهذا الاضطراب شو هو العارض الاساسي او الاعراض المشتركه يلي بتحدد انه هذا الشخص عنده اضطراب فك صدغي ولا ما في؟ هلا في عندنا مجموعه اعراض. أول شيء في عنا الألم، اثنين تحدد في حركة المفصل الفك الصدغي. نحن فتحة الفم عنا من 4 إلى 5 سنتيمتر، بتفرق بين الأنثى والذكر، وانحراف الفك طبعا نحو الجهة المصابة، والأصوات اللي بتطلع من منطقة المفصل. هلا في واحد بيجي بيقول لك وقت أنا عم باكل أنا عم بحكي عم يصير معي عم بسمع طقة، عم بسمع صوت عم بيطلع من المفصل. هدول الاربع اعراض هن اربع اعراض اساسيه. طيب الاربع اعراض اساسيه هن متواجدين بالحالات الالتهابيه، متواجدين بالحالات العضليه. هون 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 الدور الرئيسي لطبيب الاسنان انه يقدر يميز هل الحاله هي عضليه ام مفصليه. لذلك انا برجع باكد على التشخيص السليم للمفصل الفكي الصدغي حتى نقدر نتوصل للعلاج السليم. وبكل دول العالم طبعا في مراكز صار متخصصة لمعالجة المفصل الفكي الصدغي، بيشتركوا فيها مجموعة من الأطباء باختصاصات مختلفة. يعني إذا بدنا نقول بيشترك فيها طبيب التعويضات السابقة، طبيب التقويم، طبيب التشخيص، حتى علم الإرشاد النفسي، أو في بعض الحالات طبيب نفسي ممكن يكون. طيب دكتور، هذا الاضطراب إمتى ممكن فعلا يكون خطير على صحتنا؟ شو هي الإشارات أو الأمور اللي ممكن تظهر عنا أو الأعراض وتخبرنا أنه لا هون لازم نشوف بقى دكتور لأنه في خطر على صحتنا؟ هلا هو الانسان هو بيشعر بنفسه. اول شيء يا بيلاقي بفيق الصبح بيلاقي في عنده الم بالعضلات. الناحيه الثانيه بفيق الصبح بيلاقي عنده الم بمنطقه المفصل. بفيق الصبح ممكن يلاقي عنده الم ما يقدر يفتح تمه. هون دور الطبيب انه يقدر يشخص بشكل سليم هل هي الحالة التهابية أم هي الحالة عضلية؟ وأنا بقول لك أغلب الأبحاث بكل دول العالم أثبتت أن اضطرابات المفصل الفكي الصدغي هي اضطرابات عضلية بنسبة 80%، واضطرابات مفصلية بنسبة 15%، واضطرابات من منشأ آخر بنسبة 5 إلى 10%. طيب دكتور، هذا الألم، ألم الفك الصدغي أو ألم هذا الاضطراب لأي درجة ممكن يوصل لباقي أعضاء الجسم؟ ممكن أكيد للرأس، ممكن للأذنين، ممكن للرقبة، ممكن يمتد لباقي العضلات أو الأعضاء بالجسم؟ هلا الاضطرابات العضلية بالعضلات الماضغة، بقصد العضلة الماضغة الصدغية إلى آخره، هي ممكن أنه تنتشر للأذن، تنتشر للصدغ، تنتشر حتى للرقبة في بعض الحالات. فلازم طبيب الأسنان أنه يفحص العضلات بشكل دقيق. فحص العضلات طبعا أساسي لتشخيص هل الإصابة هي عضلية أم هي مفصلية. ممكن يأثر كمان على باقي المفاصل مثلا مفاصل الرجلين أو الإيدين؟ لا، بس بالعكس إذا واحد معه التهاب مفاصل رسوي بالجسم، تمام، 50% من هاللي معهم التهاب مفاصل رسوي بالجسم بيعانوا من ألم بالتهاب بالمفصل الفكي الصدغي.
تمام دكتور، خلينا نحكي عن آلية العلاج. أكثرية الأشخاص بداية لما يكون عندهم هذا الاضطراب بيلجأوا للمسكنات أو المرخي العضلي، ممكن ياخذوه بشكل عشوائي بدون استشارة طبية وطول المدة، بينما بنسمع أنه كمان في علاجات مثل البوتوكس. خلينا نحكي شو هو العلاج الأفضل اليوم لحل هي المشكلة، ونحن كيف بنقدر نختار صح اليوم العلاج؟ هلا نحن بدنا نفرق، إذا كان الموضوع عضلي مثلا ممكن نلجأ للبوتوكس، ممكن نلجأ للليزر، ممكن نلجأ للأمواج فوق الصوتية. هي كلها هي معالجات حديثة. هل هو علاج أساسي؟ هو علاج متمم. العلاج الأساسي هو جبائر الاستقرار، بس نحن دائما صرنا نضيف إلى معالجات. هالمعالجات هي بنسميها معالجات متممة. هالمعالجات المتممة هي مثل مثلا حقن البوتوكس. البوتوكس ما هو البوتوكس التجميلي اللي بيستخدموه بالتجميل. تمام. البوتوكس هو بوتوكس خاص، الميوعة تبعه طبعا بتكون أقل، تقريبا بنحقن حوالي 25 وحدة بكل عضلة. بالعضلة الماضغة بنحكم 25 وحدة، بالعضلة الصدغية بنحكم 25 وحدة، وبالعضلة الجناحية الوحشية أيضا كذلك الأمر. أخطر شيء حقيقة الحقن هو بالعضلة الجناحية الوحشية، لأنه لازم تتأكدي أنه أنت داخلة بالعضلة الجناحية. أما العضلة الماضغة والعضلة الصدغية فهن ظاهرين بالنسبة لنا. البوتوكس شو بيعمل؟ هو زي فام بوتليني، بيعمل على شل العضلة. مشكلة العلاج بالبوتوكس انه علاج مؤقت حقيقة، مثل كل المعالجات حتى التجميلية. قديش بده يعيش؟ يعني 6-7 أشهر بعدين ممكن يروح. فبدنا نرجع نساوي مرة. طيب دكتور، نحن ما فينا نتفادى اليوم كل هذا التعب وكل هاي التفاصيل المتعبة وكل هاي التكاليف، يمكن ما فينا نحن نتفاداها بطرق وقاية سليمة بحيث انه نحن ما يصير عنا اضطراب هذا الفك الصدغي. هلا اذا بدك تحكي عن الناحية العضلية، انا اذا بدي اتفادي هذا الامر، يعني بدي سيطر على حالة المريض. كيف بدي سيطر على حالة المريض؟ احنا مرينا بتعرفي بفترة ارهاب على سوريا، وكثير من الحالات هلا كثرت طبعا بمجال الحالات العضلية. ليش صاروا يكزوا على اسنانهم؟ صار في تشنج بالعضلات، صار في الامور هاي. فليش أنا بقول دائما أنه لازم نتعاون مع أطباء آخرين حتى نوصل لمعالجة حقيقية، معالجة ناجحة. بالختام دكتور، خلينا نأخذ من حضرتك مجموعة من النصائح اليوم حول هذا الموضوع. هلا أنا بالنسبة للمفصل الفك الصدغي، أي إنسان بيشعر بألم حقيقة بمجال النواحي العضلية بمنطقة المفصل الفك الصدغي، عليه مباشرة مراجعة طبيب الأسنان، لأنه أنه نحن نترك هذا الأمر ممكن أن الحالات العضلية حتى الحالات انزياح القرص المفصلي الموجود بالمفصل ممكن تتحول لحالات حقيقية بالمفصل. فهذا الأمر نحن لازم يراجع كل مريض بيشعر بهالآلام هاي، لازم يراجع الطبيب، لازم يشخصه بشكل سليم، وبالتالي وضع المعالجة المناسبة لهذا الشخص. أكيد. أنا بس يعني هيك كلمة لأطباء الأسنان، إنه المفروض إنه ما بس نعتمد على المعالجات اللي كنا نستخدمها سابقا. المعالجات اللي كنا نستخدمها سابقا ما بقول عنها انه هي معالجات ما هي منيحه، ما هي سليمه، هي جيده ومفيده والى الان نستخدمها. بس هلا لما دخل عنا معالجات اضافيه، دخل الليزر، دخل الامواج فوق الصوتيه، دخلت هالمعالجات البوتوكس،
حتى بحالات انزياح القرص المفصلي دخل عندي حقن ال بوتوكس؟ لا مو البوتوكس، حقن البلازما الغنية بالصفيحات. هذا الأمر كمان أكيد أكيد دكتور بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا ونتشكرك على كل النصائح والمعلومات يلي قدمت لنا إياها، وأكيد كمان بدنا نتمنى السلامة للجميع، وبما أنه أساس هذا المرض أو هذا الاضطراب هو سبب نفسي فأكيد الوقاية لازم تكون نفسية. شكرا لك دكتور محمود عبد الحق، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم. أهلا وسهلا.